إسكو مازال أشرف حكيمي ترجع له إسكو مرة ثانية، لوكا مودريتش قريب منه، الكرة لرونالدو وبا با 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 رائعة على رونالدو. إسكو نفذ الركلية بالراس وبا با با، كرة صعبة وجول بنزيما ولالا. تلعب مع مارسيلو، إسكو يستلم مرة ثانية، لوكا مودريتش تسديدة با 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 رائعة. ثم الاسترجاع من خليفة الحمادي، ضاعت مرة ثانية، لوكا مودريتش با 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 جول. يواصل كوفاسيتش، مازال رونالدو معاه، وصل له الكرة، رونالدو يلعبها في الوسط ناحية فرانشيسكو إسكو، الكرة من إسكو، بنزيما بنزيما رونالدو، والحارس يصد. من هنالك إسكو على الجهة اليمنى، إسكو التوزيع وكريم بابا مرة أخرى. علي خسيف يصنع الفارق، الكرة مرة ثانية والدفاع عنده الكرة، رجعوا تراجعوا عن عصر الجزيرة. أشرف قاسمي، أشرف حكيمي، من هنالك كرة بعيدة لبنزيما ولالا با 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 با. إسكو يحاول مرة من أمام مسلم فايز، هاي المراوغة إسكو با 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 با، الحكم يقول خطأ. الحفاظ على شباك نظيفة، يجب تثبيته خاصة إذا سجل كرة خطيرة من هنالك رومارينيو. جول 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 ثانيا علي مبخوت، راح 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 عبد الرحمن مبخوت، كرة خطيرة لنادي الجزيرة مبخوت. وجول وجول وجول، نعم في وضع التصدي، يمثل الكرة الآسيوية والكرة العربية كذلك في هذه المباراة. رونالدو جول، نعم لوكا مودريتش قدم بنزيما. كاسيميرو 17 دقيقة لعب، بنزيما راح متسلل الأملاء، الحكم يقول لا بنزيما. لوكا مودريتش استلم الكرة، لوكا يدخل، هي ده بنزيما، هي أولى الكرات، أسينسيو دخل، أسينسيو أرضية بنزيما، والقائم مرة ثانية عنده الكرة، يلحق عليه من هنالك كرة خطيرة با 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 با. يرجع مرة ثانية إلى أشرف حكيمي، يرجع للخلف، لوكا مودريتش عرضية من هنالك، الحكم لاعب مارسيلو، لوكا فاسكيز وغاريث بيل جول من قبل اللاعب عيسى العتيبة، توزيع با 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 رائعة.